فهو خبر سار للرجل بشكل خاص. لقد أظهرت دراسة علمية جديدة أن طبيعة الرجل تختلف عن المرأة، فالرجل يمل من زوجته بعد فترة ويصيب العلاقة بينهما نوع من الفتور. الآن إلا أن الرجل إذا تزوج بامرأة أخرى فإن الدراسة توصلت إلى أنه سرعان ما يشتاق إلى زوجته الأولى، وتعود العلاقة بينهما إلى سابق عهدها، بينما توصلت الدراسة إلى أن المرأة بطبيعتها تكتفي برجل واحد. وأظهرت الدراسة على أكثر من 700 حالة أن الرجل المتزوج من أكثر من امرأة يحن دائما للزوجة الأولى، الأمر الذي يجعل الزوجة الأولى في سعادة وسرور. يا دين النبي، ايه الحلاوة دي؟ عظمة على عظمة يا سيدي.